لمزيد من التفاصيل عن وضعية الطرقات بعد تساقط كمية معتبرة من الثلوج على عدد من الولايات الشرقية وكذلك الوسطى للوطن، يلتحق بنا تباعا كل من مراسلنا من جيجل أيمن عبد الرحيم. صباحك سعيد أيمن. صباح الخير زميلي محمد لك ولكل مشاهدي قناة النهار. جيجل من بين الولايات التي مستها الاضطرابات الجوية الأخيرة وكذلك تساقط الثلوج، هل من مخلفات هناك؟ وكذلك كيف هي وضعية الطرقات الوطنية والولائية في جيجل؟ صحيح زميلي محمد، في البداية اسمح لي أن أشير فقط إلى أن ولاية جيجل فعلا عرفت في اليومين الأخيرين تساقط كميات هائلة من الأمطار، وصلت كميتها إلى 146 ملم في أقل من 12 ساعة، وذلك خلال الأسبوع الماضي. كمية الأمطار وكما أشرنا إليه في يعني مواضيع سابقة زميلي محمد تسببت في ارتفاع منسوب مياه واد القنطرة بجيجل، ما أدى إلى تحطم عشرات المركبات بعدما جرفتها مياه الوادي، بالإضافة إلى انهيار جزئي للطريق المؤدي نحو وسط المدينة، ناهيك طبعا عن خسائر مادية معتبرة لم يتم ربما تحديدها بعد. هذه الخسائر التي تكبدها عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية التي غمرتها مياه الأمطار، هي ربما كحصيلة ربما أولية التي قامت بها مصالح الحماية المدينة إلى حد الساعة. ماذا عن وضعية الطرقات؟ تفضل. نعم، يعني في خلال 24 ساعة المنقضية يعني عرفت شاهدت ولاية جيجل على غير بقية ولاية الوطن تساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى ما تسبب في غلق بعض الطرق الوطنية والولائية كطريق الوطني الرابط بين ولاية بلدية جيملة بولاية جيجل إلى نحو ولاية الصيف، وكذلك الطريق الوطني رقم 77 طبعا، بالإضافة إلى الطرق الولائية كالطريق الولائي الرابط بين بلدية زيامة منصورية وإيراغن، ناهيك عن الطريق الرابط بين بعض القرى المباشرة على مستوى بلدية غبالة الجبلية. شكرا جزيلا لك أيمن عبد الرحيم.